وتوحشناك 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 وتوحشناك. نادية أيوب تفوز بمهرجان دولي القاهرة، وما أدراك من مهرجان دولي القاهرة؟ تبارك الله، عندها واحد النطق متميز، فلما كتغني باللغة العربية كتغني مزيان، كتغني بالفرنسية كتغني مزيان. كنلقاو الصوت ديال نادية أيوب كأنه آلة إيقاعية. أنا كراجل يعني أنا مصري بقول أم كلثوم مصر، نادية أيوب دي أم كلثوم. لا تسألني ولا تسألني واش انا ليك وباقا كنبغيك واش انا ليك. انت هي معروفه بسمعان، الا سمعتيها ما كتسمعهاش راسمها اللي كتغني، لا كتسمع نادية أيوب. تنتمنى لها الصحه والسلامه لان دازت من مرحله شويه صعيبه. ولات حياتها كلها انها خصها ترجع تغني وترجع تعانق عاوتاني الجمهور ديالها وترجع الساحة الفنية كيف كانت. خداعك نسيتو وفي كتاب طويتو، أنا خداعك نسيتو وفي كتاب طويتو، اللي داز معاك واللي داز معاك أنا نسيتو. خداعك نسيتو وفي كتاب طويتو، وفي كتاب طويت وراه، اللي داز معاك واللي داز معاك انا نسيته. ولا تسالني واش انا ليك. واستاذ سعيد، لرجع بنا الحديث للحقبه الزمنيه التي عشتها نادية أيوب بالعاصمه الرباط، ما نساوش حضورها في المناسبات الوطنية، كان عيد الشباب أو عيد العرش، الأعياد الوطنية. ما نسوش المشاركة ديال نادية أيوب وغنائها لكبار الملحنين إلى جانب تلة ودفعة من الأسماء ثقيلة في الميدان الفني، الأسماء لائحة طويلة، لا من الأصوات المطربين ولا المطربات، أسماء كبيرة. مع ذلك نادية أيوب استطاعت أنها تأخذ المكانة ديالها في خضم هذا المناخ الفني الراقي والمناسبات اللي غاليين على كل مغربي وقراب القلب كل مغربي، وهي ألا وهي الأعياد الوطنية. نادية أيوب بهرت الجميع، وكان وجود المطربة نعيمة سميح، الأستاذ عبد الهادي بالخياط، السي محمد الحياني، الأستاذ محمود الإدريسي رحمهم الله، والله يجعلنا البركة في السي الأستاذ عبد الهادي، الأستاذ عبد الباب الدكالي، مطربات كبار، وإلى جانب أصوات نسوية أبانت على كفاءة فنية كبيرة رغم هذه الأسماء الكبيرة، ومن ضمنهم نادية أيوب اللي قالت الكلمة ديالها وتوفقت تبارك الله في الألحان الوطنية في كثير من المناسبة. وفعلا غادي توفق الأخت نادية أيوب، علاش؟ لأن غادي تتعامل مع كبار الملحنين أمثال الأستاذ أحمد البيضاوي، أستاذ عبد القادر الرشدي، أستاذ عز الدين المنتصر، واللائحة طويلة. وهكذا دواليك صارت نادية كتعرف تبارك الله ولا ذاك الرصيد الفني والتي يكتمل رويدا رويدا، ولا الريبرتوار ولا فوليمينو مزيان ثقيل، ولات المطربة كتسمع شكون هذه المطربة دي؟ نادية أيوب. الاسم صار لامعا في سماء الفن، ولا كل شيء كي ولات هي مصدر الحديث
والناس كلهم كيتحدثوا على على المطربه واللي غادي والانجازات انها غادي تاخذ غادي تفوز مهرجان البحرين من كلمات الاستاذ احمد صبري والحان الاستاذ طاهر جمي لا ما خانتنيش الذاكره. ومن بعد غادي يجي الفوز الكبير وهو الفوز بمهرجان الدولي للقاهره. الاغنيه كانت جميله جدا، هذه المره كانت من ريشه وقلم الراحل مصطفى بغداد ومن الحان الراحل كذلك الملحن الكبير الاستاذ توفيق حلمي، وكانت من توزيع زميلنا وصديقنا عزيف الكمال الكبير الاستاذ ناجي عزمي. عنوان القصيده أهوى. ما رايكم لو نتقاسم هذه النشوه وهذا الافتخار؟ نادية ايوب تفوز بالمهرجان الدولي للقاهره، وما ادراك من مهرجان دولي للقاهره. من بعد الفتره هذه نادية ايوب صار يحسب لها الحساب، لان من وسط ارض الكنانه والقاهره هوليوود العرب تفوز ويفوز هذا الصوت وهذا البلبل الصداع اللي هو صوت نادية ايوب بمهرجان دولي للقاهره. لكي ننسى تباريحا وهجرا كان مضنيا واحزانا اذابتنا طوينا هنا طيا. لكي ننسى تباريحا وهجرا كان مضنيا واحزانا اذابتنا طوينا. رجعت لي ايوب المغرب رغم اقتراحات كثيرة وعزومات وأفكار كثيرة تروج على أن نادية أيوب تعيش في مصر وتبقى في مصر، هي فضلت الرجوع إلى أرض الوطن وهي في حقبتها في حقيبتها أظن كنت باغي نقول في حقيبتها هذا الفوز الذهبي من أرض الكنانة. من بعد نادية أيوب طبعا الملحنين كلهم تهتفوا عليها، كل شيء بغي يلحن الأيوب ما شاء الله الصوت يعني زاد تأكدت النجومية ديالها وصارت نجمة على الصعيد العربي، لن تكتفي بالشهرة المغربية أو المغاربية، صارت عربية طالما أبهر المستمع والمشاهد من كل بقاع المعمور العربي. وكنا افتخرنا بالفوز ديال نادية أيوب ورجعت أرض الوطن وهي واحد كل شيء كيفتخر بها وكل شيء تهنيها على هذا الإنجاز العظيم. عندي قلب نظر منا إلا بشر، عندي قلب نظر وأنت كلك خطر، ما تبقاش تحقق فيا لا تقول لي حتى كلمة. اولا الفنانه نادية ايوب دي يعني مطربه جامده قوي 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 الصراحه، يعني اتعاملت معها اولا في 98 من خلال قصيده قهوه شاركنا بيها في مهرجان القاهره للاغنيه العربيه، وكان في الوقت ده المهرجان كان عنده قيمه كبيره في وسط العالم العربي كله، وكان معنا طبعا كان كلمات الاستاذ مصطفى بغداد الله يرحمه وتلحين الفنان الراحل توفيق حلمي المصري، والتوزيع الموسيقي كنت انا اللي قمت بيه وانا اللي اتكلفت بالتنفيذ العام الحمد لله. وكانت يعني بصراحه كان في ذكريات جميله جدا من خلال تسجيل الاغنيه، لدرجة في مصر ان افتكروا ان العمل اتنفذ في مصر ما اتعملش في المغرب، واحنا وهم قالوا لهم لا العمل اتعمل هنا وتسجل هنا بموسيقيين مغاربه واستوديو مغربي. والحمد لله يعني كان عنده واحد القيمه حلوه، وفي وسط كل المنافسات
اللي كان فيها المغنيين العرب كلهم. بصراحة كان في تجاوب كبير بالنسبة للجمهور اللي كان موجود في الحفل وبالنسبة للجنة التحكيم نفسها، يعني كان في بحال زي ما تقول انبهار بالنسبة للفنانة اللي واقفة، الحضور والإلقاء والأداء وكل شيء كان جميل صراحة. فيعني كلها شدت انتباه الناس كلهم، والحمد لله يعني خدت الجائزة الأولى، وده كانت بالنسبة لنا احنا زي ما تقول امتحان، ولكن الحمد لله رفعت راية المغرب الجائزة الأولى عن استحقاق صراحة. لكي ننسى تباريحا وهجرا كان مضنيا وأحزانا أذابتنا طويناها هنا طيا، لكي ننسى حقيقة. من ضمن المميزات اللي كتميز بهم المطربة نادية أيوب هو أنه الصوت ديالها كيمكن تغني به بزاف ديال الأنماط، الأغنية المغربية أو الأغنية الطفل أو الأغنية المصرية ولا الخليجية ولا حتى الفرنسية، وكيساعدها على هذا بكل صراحة. وحتى النطق ديالها تبارك الله عندها واحد النطق متميز، فلما كتغني باللغة العربية كتغني مزيان، كتغني بالفرنسية كتغني مزيان، ومن كتغني للطفل كتغني بواحد النكهة خاصة بالصوت ديالها، فهذا كتميز به بكل صراحة. الفترة الزوينة اللي عشتها في الرباط، الانطلاقة ديالي اللي قلت لك سجلت في إذاعة الوطنية وتلاقيت ملحنين كبار، بدات هذيك الفترة ديال الملاحم في عهد الحسن الثاني رحمه الله. كان عيد الشباب قلت لك منافسة، وعيد العرش منافسات، الملحنين كيتنافسوا بيناتهم، وحنا المطربات اللي يلاه طلعنا شكون اللي غتغني احسن من هذه وشكون اللي غتغني لهذا الملحن وهذا، يعني كانوا دايرين واحد اش غنقول لك، كان عصر جميل، عصر ذهبي بمعنى الكلمة للأغنية الوطنية، كان عصر جميل. الحاج العربي الكواكبي رحمه الله، السي احمد البيضاوي، السي عبد القادر راشدي، عبد العاطي امنا، عبد الطيف السحنوني، كلهم، ولي احمد العلوي، اعتذر لما ذكرتش بعض الاسماء لان كانت تبارك الله مجموعه كبيره. واللي ما بغيتش ننسى هذه النقطه وساد هي الفتره ديال الملاحم. الملاحم كنا احنا لي جون اللي عطلقنا طلعنا ديك الساعه، الفنانات والفنانين، البشير عبدو، الغاوي سي محمد، كلشي ديك الساعه كنا، هذا ملحن عبد العاطي، هذا ملحن سعد القادر راشدي، كنا كيديروا ملاحم في مسرح محمد الخامس، كدار ملحمه فيها تمثيل باش يصوبوها الفتره ديال عيد العرش او عيد الشباب، كدار مسرح هي مصيبه، وكندخلوا كل حاجه عندها بيان سور كلامها والشعر ديالها والممثلين كيهضروا، عاد كتكون الدخله ديال الفنان او الفنانه غيغنيو. يعني كان واحد الفتره دوزناها بملاحم جميله جدا، العازفين كانوا في الاوج ديالهم، الجوق الملكي بدون ديك الاسماء راهم معروفين تبارك الله، عازفين ممتازين، الشريف عمار، كلهم العازفين الله يطول عمرهم اللي باقين والله يرحم اللي مشاو. هذه الفتره الملاحم ما بغيتش ننساها لان عشت فيها التاريخ الذهبي، تاريخ ذهبي بمعنى الكلمه. تاني عمل اشتغلت مع الفنانة نادية أيوب كان من خلال ملحمة أبطال الوطن، اشتغلت بها كملحن في الملحمة، وكان بصراحة برضو كانت من أوائل الناس اللي هم استدعتهم واشتغلوا معنا في الملحمة،
وكان معايا فيها طبعا الفنان لطيف السعيدي. وصراحة يعني كان برضو عمل يعني هي أضافت فيه كتير، لأنها بصراحة أي عمل بتدخل فيه بتعطيه قيمة. سجل يا تاريخ اكتب يا زمان عظمة مغربنا وإرادة الإنسان. سجل يا تاريخ اكتب يا زمان عظمة مغربنا إرادة إنسان. بلاد الأمان وقداسة الأديان يزورها الإنسان برعاية الرحمن. بلاد الأمان وقداسة الأديان الله. عندها واحد الملكة أنها كتقدر تغني بجميع الإيقاعات، لا المغربية ولا المغاربية ولا الشرقية. كما لاحظنا أن جل القطع ديالها كنسميهم أن كنلقاو الصوت ديال نادية أيوب كأنه آلة إيقاعية. آلة إيقاعية كتحدث مثلا ملي كنشوفوها في أقلال، أقلال هذا إيقاع مغربي يوجد في منطقة الصحراء المغربية، يعني كيبتدا من مراكش تل الصحراء المغربية. طبعا هو إيقاع غنوا عليه بزاف المطربين ومنهم الأستاذة ديالنا نادية أيوب. ويلوم عليا نرضى ونخضع لحكامو، نخضع لحكامو، يزيد يحلف عينيا ونهيف لشوية غرامو. حيرني بديهو، حيرني بديهو، حيرني حبيبي بديهو، كما غنات على ايقاعات اخرى كمثال ايقاع ديال الاطلس، ايقاع السيسويت. والسيسويت هنا بزاف الناس كيسمعوا السيسويت وما كيعرفوا السيسويت، ما فيها باس نشرحوا شنو السيسويت. السيسويت هو ايقاع شعبي اللي كنعرفوه كاينه من طنجه حتى القويره، غير هو كيختلف على حسب المناطق، كل منطقه والطبوع ديالها. مثلا ملي كنشوفوا منطقه جباله كنلقاو السيسويت عنده واحد الجروف، الجروف هو واحد الطابع خاص به. ملي كننتقلوا مثلا منطقه فاس والوسط البلاد كنلقاوه كياخذ واحد نكهه اخرى، وكذلك بالنسبه للشرق وكذلك بالنسبه للغرب. وهنا المطربه ديالنا كنلقاوها دائما كتغني هذه الايقاعات بطريقه كانها بنت المنطقه. واللي كياكدنا هذا الشيء كنشوفوا كذلك نادية أيوب إيقاف قطع مصرية وخليجية وكتغنيهم كأنها بنت البلد. الجو رايق وصافي والبحر موجه وافي. الجو رايق وصافي والبحر موجه وافي. غريب في الأمر أن نادية أيوب كتغني المقامات الشرقية ولكن كتغنيهم بالطريقة ديالها. بمعنى الطريقة ديالها هو أن كنلقاو مقامات شرقيين اللي هما كالرازد كالبياتي وهذه، ولكن عندهم نكهة مغربية. وهذا الشيء شناه في الكثير من القطع ديال المرحوم عبد القادر الراشدي والمطربة نعيمة سامح. كنلقاو كاين واحد تشابه كبير ما بين نعيمة سامح والالحان ديال الاستاذ عبد القادر الراشدي في القطعه ديال سي سعيد الامام ونادية ايوب اللي هي من مقام الرصد، الرصد. وهاد القطعه انا حصل لي الشرف انني اشتغلت معهم كموزع موسيقي وشت الطريقه اللي كانت كتغني بها نادية ايوب، طريقه جديده وطريقه مغربيه طبعا جديده بالنسبه للجيل ديالنا اللي هادي. اما هي فعلا كانت في الجيل السابق مع نعيمه سامح، ولكن نادية ايوب اليوم كترجع لنا الاغنيه المغربيه
اللي افتقدناها ونتمنىكم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم اللي هي الساعات لله. يا قلبي انساه يا قلبي انساه الساعات لله ساعته لله ما بقاش معاه ما بقاش معاه صافي خليه تفرط في العهد كوانا في البلد تفرط في العهد المطربة نادية أيوب بصح أنها كانت بكثرة الحب ديالها للبلاد والإنتاجات والأغنية المغربية، لأنه هي رفضت أنها تمشي تهاجر باش تدير أغنية من صنف واحد آخر من صنف ثاني، وبصراحة يعني كانت هي كتنتج راسها الأغاني ديالها، يعني كانت كتساعد في الإنتاج لأنه كانت كتنتمي للأسرة فنية، يعني كانوا كينتجوا راسهم الأغنية ولو أنه يعني العذاب الشاق وكل شيء، من الحب ديالها للاغنيه المغربيه فهي عمرها ما هاجرات باش تغني في نمط ثاني. الصراحه اقول لك يعني موضوع ان نادية ايوب فعلا حصل لها، يعني كان عندها عروض كثيره في من مصر وفي الخليج ويعني في معظم الدول العربيه كانوا يعني، وهي راحت اصلا قبل كده راحت حفلات وحضرت حفلات قبل كده واحيتها، انما هي كانت في الاخر كانت بتتمسك بالرجوع للمغرب، يعني تعمل حفلات تروح تعملها وترجع تاني للمغرب، يعني هي بترجع للأصل بتاعها، وده هي فنانة وطبعا كل واحد وعنده تفكيره وطريقة استعداده للشغل في المجال الفني، كل واحد بيبقى عارف عايز يعمل ايه. أنا من أنا الصراحة يعني أنا بعتبرها هنا أم كلثوم المغرب، أنا كراجل يعني مصري بقول أم كلثوم مصر، نادية أيوب دي أم كلثوم المغرب، من طريقة وقفتها على المسرح ومن الغناء ومن التعبير والإحساس في الغنى، بصراحة مغنية عظيمة. نادية أيوب كتميز بأنه عندها صوت سوبرانو، يعني كيعني أن الصوت ديالها عالي جدا وكيمكن لها توصل لبعض النوتات اللي عالية اللي ماشي كاع الأصوات كيمكن يوصلوا لهم، وهي تبارك الله عليها كتوصل لهم بالصفاء، يعني كتوصل لهم بواحد الثقة متميزة، هذه كتمتاز بها عاود الوقت نادية أيوب. بالنسبة للخصوصيات ديال الصوت الفنانة ديالنا نادية أيوب، هي كتمتاز بطبقة صوتية كبيرة بما يسمى باللغة الموسيقية أنها كتحتوي على دوز أكتاف، هي مسافة كبيرة أنها كتقدر تغني الأصوات المرتفعة وكتغني الأصوات المنخفضة، وهذا ما كيعطي للفنانة ديالنا واحد السلاسة أنها تقدر تغني جميع الأغاني بلغات عالمية بطريقة سهلة، كما بحال شفناها مع الفنان ديالنا مالك غنات بالاغنيه باللغه الفرنسيه
وغنات في واحد الاكتاف اللي كانت مرتاحه وما كتحس ما كنحسوش بانها كدير شي مجهود كبير باش تقدر تغني في هذاك الطبقه الصوتيه. Allez leur dire pour moi toute ma peine que mes rêves se noient que mon cœur saigne. Allez leur dire pour moi combien m'est cher. وشاركت طبعا نادية ايوب وغنات المورسو ديالها باللغه الفرنسيه واداتو راه الاغنيه الان سجلتها لا سينيرتي الشركه الوطنيه وغنتها ادتها على احسن ميوران ونالت الاعجاب لانها غنت هي ومالك باللغه الفرنسيه. هذا دليل على ان نادية ايوب صوتها ستاندر وصوتها يعني اللي ممكن يتأقلم مع جميع اللغات مع جميع الإيقاعات. هذيك الفترة اللي عملت فيها أنا واحد الأوبيريت شاركوا فيها 20 مطرب شاركت معنا نادية أيوب نعيمة سميح سمو الزبادي يعني حياة إدريسي مالك واحد العدد ديال الفنانين. الصوت ديالها تيعرفوه الشباب وتيعرفوه الناس مسنين وتيعرفوه الناس عندها صوت ما شاء الله منين كتكون كتغنيه ومن البعيد كتعرف بان نادية ايوب لان الصوت ديالها عالي بزاف وتنتمنى لها الصحه والسلامه لان داز مرحله شويه صعيبه مالغري داكشي كله عاود رجعت للفن وكنتمنى ونعاودو نزيدو نشوفوها ونشوفوها تزيد القدام لان الصوت مغربي وما هاجرتش هذا هو اللي خلاها تتبغي الوطن مزيان والعائله وكل شيء. نجعل الغزالي قديل ما تفكر يا زمان ونروي الحكايه للليل يتفاجا القليل العيال. فنانه معروفه وفنانه كبيره عندنا في المغرب و الساحه المغربيه و... وانا جي لو بليزير دو لان جي فيكو تري تري لونتون على لترانجي و جي لو بليزير ابري ان سيرتان افيك ابري بوكو دو تان اون فانتين داني تقريبا و دونك تعرفت بها سور ان بلاتو دو تورناج ايفيكتيفمون جيتي اون انفيتي دونك من تما كاينه بدات الصداقه ديالنا وبقينا تنتشاوفو تري سوفون وهي يا في ذاك الوقت فنانة معروفة في وسط أكبر فنانة مغاربة ودارت الطبعة ديالها والفن ديالها استمر مزيان والصوت ديالها عندها صوت ستاندر صوت اللي يمكن لها تغني بالعربية بالفرنساوية والسوبرانو وصوتها عالي بزاف بالنسبة للفنانة وعمرها ما بغات تهاجر للمغرب لان كتموت على الوطن وعلى المغرب وعائلتها وكل شيء وكنا تنخرجوا جميع انصامبل عيد الميلاد تتعرض عندي تنتعرض عندها. قصيد كتير فكر فيه
ربحت جائزة كبرى في البحرين وفي 89 في القاهرة مع الأصوات العربية، وكنت منو لها الرجوع وتكون ديما معنا وديما كينا، لأن الوطن تيحبها بزاف. رأيت الكون في عينيك حتى صرت للإشارة. فنادية أيوب اشتغلت واحد الفترة بالنوادي الليلية، واحد الفترة قصيرة طبعا. الموسيقيين ولا المغنيين اللي كنعرفوا كلهم ما كاين شي واحد اللي ما داش من هذه المرحلة هذه، سورتو في الأجيال السابقة. وكما كنجبدوا النادي الليلي، فهذا النادي الليلي هو مدرسة. بالعكس ما كانوش الناس كيخجلوا منه في واحد الوقت انه ولو غير يتعلم منه او يدوز، لانه كان مدرسه اكثر من المدارس اللي هما كانوا قانونيين مثلا كالمعاهد اللي تقدر تتعلم فيهم مثلا كيعلمك النوطه وكذا، ولكن باش تسقل الموهبه ديالك كيخصك ضروري ما تدوز بالنادي الليلي اللي كنا كنتعلموا منه بزاف الاشياء ما كنلقاوهاش في شي بلاصه اخرى. وكذلك المطربه ديالنا نادية ايوب كانت بالضبط مختصه بالاغاني ديال اسمهان. ومن كنجبدوا اسمهان طبعا، اسمهان وما ادراك ما اسمهان. اسمهان ماشي ساهل باش تقلدها، وكانوا الاغلبيه ديال المطربات كيتهربوا من انهم يغنيوا اسمهان، كيمشيو لام كلثوم ولا كيمشيو القطع اللي هي سهله. والمطربه ديالنا كانت دائما كتقلق في الاغاني ديال اسمهان، ورغم ان رغم الصعوبه اللي كنعرفوها في الاغاني ديال اسمهان. الآن غادي نسمع الآن أغنية ناوي تداري ألامي لإسمهان بصوت الفنانة الوديعة نادية أيوب. جات فترة أنني اشتغلت مع الإبن ديالي، بديت معاه من 2003 أغنية ليلة، دوزتها في واحد السهرانيت في دوزام ونالت إعجاب واحد شخصية عربية يعني مرموقة في البحرين، وكان قال لي ديك الأغنية اللي غنيتي في استوديو دوزام ديال من؟ قلت له هذيك راه كلمات ولحن الإبن ديالي أنس عراقي. قال لي هذيك الأغنية علاش ما يبقاش تستمري مع ولدك زعما في تشغلي معاه ألبوم وهذا. وبدرت مع أنس بعد المجموعة ديال الأغاني، تقريبا اشتغلنا واحد 6 الأغاني مع الإبن ديالي. قلت ما يقولوش هادي بغات غير تطلع ولدها وتشهرو، قلت لي اشتغل أخويا بوحدك شوية ومرة مرة أنا ندير معك شي حاجة. المهم حبست الاشتغال مع أنس، بديت كنشتغل مع ملحنين أخرين، راه منهم عز الدين منتصر بقيت مستمرة معاه حتى غادي تجي قياس الخير، ديك الوعكة الصحية ديالي اللي كيعرفها الجمهور المغربي كله، يعني كلشي المغاربة تعاطفوا معايا من الشمال إلى الجنوب. ما كاينش اللي ما جاش عندي المستشفى، خاصة من بالله الناس كاين اللي مسكين ما في حالوش وجاي في الكار، هذا جاي في التخان هذا، وانا في المستشفى وكيجيو يزوروني، عرفتي ما كيبغوش يخرجوا من عندي من الغرفة، وحق الله ما كيبغوا يخرجوا عندي من البيت. الحمد لله ان الفتره اللي طحت فيها مريضه
توصل سيدنا بالخبر وعرف انني طحت، انني طحت مريضه مرضه، كان عندي لي فيرتيج، كانت عندي واحد الدوخه خايبه، كان عندي مرض اخر في الكبد اللي عليه يكتبوا على اي واحد والله يشافي الجميع. انا مشيت تنتعالج على حاجه ولو اشياء اخرى. المهم لقيت سيدنا الله ينصرو، يعني بعد الجمهور ديالي كان جمهور يعني ساندني قبل من، ولكن ما لقيتش اللي غادي يداويني ولا غيعالجني ولا غيوقف معايا. حتى سيدنا توصل بالخبر، وصلوا لي الناس المسؤولين، صافي ما كاينش. داك النهار اللي انا طحت فيه جا خبر فين غادي تبعي العلاج ديالك، واش في الرباط ولا في كازا. الوالده ديالي كانت كبرت انا داك وهذاك، انا طلبت انني نتعالج في الدار البيضاء. بقيت كنتعالج منذ ديك الفتره حتى الحمد لله وقفت على رجلي، وكنشكر سيدنا من هذا المنبر، وكنبوس على راسه وعلى يديه لانه هو حنون وعطوف وكيعطف على الشعب المغربي كله ماشي على الفنانين. انا غادي يجوني الدموع في عينيا، ما عمري ننسى الوقفه ديال سيدنا، لانه ولا هو ما كنتش غادي يوقف معايا حتى شي واحد انذاك. كانت الظروف شويه صعبه وكان باش نفرحوا جميعا. اليوم نادي ايوب الحمد لله تعافات الحمد لله ورجع للساحه. داكشي اللي كنا حنا كنا غادي نديروا واحد النداء، الا لا ناديه ارجعي للساحه، لان حنا مفتقدينك ومكانك موجود ومكانتك كاينه وكفاءتك كلشي كيعترف بها. والحمد لله قبل النداء رجعات، تنبأت اننا غنديروا هذا النداء، رجعات نادي ايوب ليكون في علم الجميع. والدليل القاطع الى بروف تانجيبل سيكو نادي ايوب حضرات جوج الاغاني مع من؟ مع الاستاذ سعيد الامام. شاءت الاقدار، البدايه كانت مع الاستاذ سعيد، سوف لن اقول النهايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه لحد الان هي مع الاستاذ سعيد الامام وصورت جوج الاغاني. اذن صحتها بخير والف خير، ونزيد ندعيو معها الله يشافيها اكثر واكثر وما تكونش نهايه ان شاء الله. أغنية تلو الأخرى وتلو الأخرى ومع ملحنين أخرين إن شاء الله. لنفرح سويا، نادي أيوب رجعت للساحة بكامل صحتها، ونتمنى إن شاء الله المزيد من العطاءات إن شاء الله. وطوبى لك يا نادية بفنك وإبداعاتك والصوت اللي أعطاك الله، هذه العطاءات الربانية، والمزيد إن شاء الله من التألق إن شاء الله. جات هذيك الفتره الاليمه اللي ناديه ايوب تصابت بهذيك الوعكه الصحيه المفاجئه. فبكل صراحه انا كنت من الناس اللي قرب ليها بزاف، ولكن كنت من الناس اللي ما كانش عندي، سبحان الله العظيم، كنت كنقول ربما ما غاديش ترجع تبدا تغني، لانه كانت فتره صعيبه، وهذاك الافه اللي صابتها كانت يعني شويه واحد المرض اللي كان غير مفهوم، ومسليها حتى الحنجره ديالها والدماغ ديالها. ف مع ذلك بقيت كنشوفها ان كتبان لي المراه عندها واحد الاصرار كبير، واحد التحدي كبير اللي ولا الهاجس ديالها.
كل ولات حياتها كلها انها خصها ترجع تغني وترجع تعانق عاوتاني الجمهور ديالها وترجع للساحه الفنيه كيف كانت. جاء الشاعر الكبير محمد الباتولي كتب لها واحد الأغنية لاهية اسميتها الله يحد الباس. هذه الأغنية كتتكلم على الحالة ديالها، واش كتتكلم كتجاوب هي للناس والجمهور واش دابا هي كيمكن لها ترجع تغني، واش ولات لاباس أو لا كتسأل فيها هذا التساؤل هذا. وأغنية لقيت بأنها كتمس الشخصية ديالها بزاف، فحاولت ندير واحد المحاولة وغنتها، وفعلا أنا على حساب الجلسات أو الأصدقاء اللي كنسمعهم الأغنية كتوقعوا لها واحد يعني أنها أغنية غتكون عندها واحد الشأن كبير إن شاء الله. الله بعد الوعكه الصحيه بيان سور اللي قلت لك تعاطفوا معايا المغاربه كلهم، وقفت الحمد لله وقفت على رجلي وليت كنقدر نقاوم ونقدر نوقف سوغ سان، وغادي نوقف ان شاء الله ونخرج واحد الخروج القوي باذن الله. نظرا للصداقه اللي كتجمعني مع اخي وصديقي منذ عقود منذ سنوات الفنان سعيد الامام كملحن وزوج وصوت جميل ما بين قوسين، لانه هو مفتاح الشهرة ديالي، هو اللي مصايب الأغنية والإعداد ديالو لحنا وكلمات. بقات الصداقة بيان سيغ مستمرة ولو أننا ما اشتغلناش بزاف في السنوات الماضية، إلا هو بقى متابعني في المرض ديالي وداكشي وعرف المحل اللي دزت بهم، بحال اتفقوا الفنان الكبير ديالنا الباتولي اللي كتعرفوه من خلال رحلة النصر، الأغنية الكبيرة الجميلة اللي لحنها الفنان عبد الله التكالي والوديو اللي دار مع الفنانة الكبيرة نعيمة سميع. باتولي هو اللي كاتب كانيا مكان، وراه عنده أغاني معروفة في الساحة الوطنية. بحال أنا جاولي بحال اتفقوا سعيد الإمام مع الباتولي، عرفوا المحنة الصحية اللي مريت بها، ونادوا وجدوا هذه الأغنية لنادي أيوب باش يفرحوني بها ويديروا لي انطلاقة جديدة وقوية اللي غتكون إن شاء الله هي اللي غتشوفوها في القريب العاجل بإذن الله، اللي عنوانها الله يحد الباس، كلمات السيد باتولي والألحان ديال سعيد الإمام. وكنتمنى ما تكونش ثقيلة على قلوبكم وتعجبكم إن شاء الله وتكون انطلاقة قوية بإذن الله. تبقى القطعة دي الله يحد الباس فعلا أثارتني هذه القطعة، لان كانت في الحاله المرضيه ديال الفنانه ديالنا ناديه ايوب، وفعلا غنت الاغنيه بشجن وكتفكرني الاغنيه بالقطعه اللي غنت نعيمه سميح للجمهور الوقت اللي كانت هي مريضه وكانت غنت ياك جرحي. ياك جرحي رجحت للساحه بواحد الشكل كبير وتعاملوا مع الناس بواحد الشكل كبير، وحسينا بصوتها انها تبارك الله توفقت فيه بشكل كبير. كذلك فكرتني ناديه ايوب بنفس الشعور بنفس الاحساس في اغنيه الله يحد الباس، اللي هي اغنيه من مقام راحه الارواح، ومقام اللي هو كيتغنوا به اغاني دينيه واغاني طبع صوفي، وتبارك الله توفقت فيه ناديه ايوب بواحد الشكل كبير.
سالينا من هذه الاغنيه هذه ديال الله يحد الباس، عاود وجدت لها واحد اللحن اخر اللي بعيد، موضوع اخر بعيد من كلمات عبير بشعيب اللي هو بعيد اللي سميته الساعات ولا. وغنات جات للاستوديو، غنات حقيقه غنات ببعض الصعوبات، لانه كيف كتعرفوا الوقت اللي كيكون الربع مقام بحال الرصد بحال راحه الارواح اللي فيها مقام فيه الربع، وهذا الربع تيكون القفلات ديالو شويه كيبغيو الانسان يكون مازال يعني شاد النفس ديالو، وكيبغيو المطرب يكون مازال في العنفوان ديالو. ولكن مع ذلك سبحان الله العظيم نادية ايوب كيبقى عندها واحد التامبر ديالها ديال عندها واحد البصمه في صوتها اللي كتغني واحد 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 الموضوع ولا واحد الاغنيه، وكتكون عندها كيكون هذه الاغنيه فيها واحد فيها شي حاجه يعني شي حاجه روحانيه، وفيها شي بحث معين، ولا فيها شي خيال خصب شويه، كتولي كتغنيها نادية ايوب كتولي عندها قيمه مضافه، يعني كتعطي واحد القيمه مضافه للعمل. يا قلبي انساه، يا قلبي انساه ساعته لله، يا قلبي انساه، يا قلبي انساه ساعته لله، ما بقاش معاه، ما بقاش معاه، صافي خليه فرط في العهد المفاجأة الكبيرة بالطبع هي الأغنية الأخيرة اللي نتجت مع الفنان الكبير ديالنا سعيد الإمام، أغنية جميلة بزاف من كلمات الفنان عبير بوشعيب، كذلك اشتغلت مع عبير في بداية ديال المسيرة الفنية، وأنا فرحانة أني اشتغلت معه ولو أن دازت عليها سنوات. هذه الأغنية الأخيرة اللي نتجت ولو ظروف كورونا وظروف الإنتاج وتلمد ديت ما كاينينش بوغ لانستون، انتم كتعرفوا ان كل شيء جالس بلا خدمه وكل شيء هذا دابزنا مع الوقت، وسعيد نجيتو سعيد امام نجيتو معنا، ما تعاونت معاهم انا غنيت، هو تكلف مسكين الشاف من هنا ومن هنا وسجلناها، وغتكون ان شاء الله الا كانت شي سهره تلفزيونيه في القريب راه غتكون، وفي اذاعه الوطنيه اللي غتسمعوا راه غتسمعوا هذه الاعمال الجديده، هذه هي الانطلاقه الجديده ديال نادية ايوب باذن الله. عقلوا على العنوان الاغنيه الاخيره اللي قلت لكم سميتها الساعه لله. يا قلبي الحنين انساه في الحين، يا قلبي الحنين انساه في الحين، ودموع العين خساره فيه، ودموع العين خساره فيه، يا قلبي الحنين تنساه في الحين، ودموع العين خسارة فيه. نرجعوا لنادية أيوب كإنسانة فنانة كما أسلفت، مرهفة جدا جدا جدا، قلبها يعني واحد الهشاشة ديال، أنا قلت لك هذه من الصبغات اللي عند الفنانين كيكونوا أصيلين يعني. فنادية أيوب الإنسانة طيبة جدا وقلبها كبير، وعلاقات يعني كتبغي العلاقات الانسانيه مع الفنانين، وكتبغي الجو دائما المناخ الفني يكون فيه اخذ ورد وعطاء فني محض خالي من مشاكل او خالي من اي اعتبار ما عندوش علاقه بالمجال الفني. سعيد من هذا المنبر كنقدم لك تحية حارة
وكنحاول اني نقدم الجمهور المغربي ديالي اللي كان ساندني ومتابعني منذ بداياتي لحد الان. انا فرحانه ان باقا ناديه كتخرج الشارع والناس كيقولها في الجديد كيف بقيتي هذا. الحمد لله، لان محبه الناس ما عندهاش ثمن، ومحبه الناس من محبه الله سبحانه وتعالى. اللي كنتمنى من الجمهور المغربي انه يكون هذا القص اللي دوزت معاهم من حياتي ان شاء الله ويطور ربي في عمرنا جميعا، ان نكون ولو غير نبشه صغيره انني درت واحد البصمه للاغنيه المغربيه، عطيت شي حاجه اللي كيف داروها العظماء المغاربه اللي مروا قبل مني. كنتمنى كذلك انا يقول في واحد حقبه من الزمن ان نادية ايوب عطات شي حاجه للاغنيه المغربيه وكانت متفوقه وكانت في المستوى لا اخلاقيا ولا فنيا ولا جميع الجهات. نادية أيوب، أنت عزيزة وقريبة مننا كلنا. صديقتي نادية أيوب، تنتمنى لك النجاح، أنت ناجحة، ولكن تنتمنى لك تستمري ديما 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 في المغرب وفي النجاح ديالك إن شاء الله. كنت وين الكتاب غاب وحضرنا ما بقينا فيه، غاب وحضرنا. اختي نادية، ما تصوريش الفرحة ديالي، علاش؟ رجعتي لنا للساحة، فهنيئا لنا بك، تبارك الله عليك. نادية، توحشناك، ما تخليش الميدان فارغ، بغينا صوتك، توحشنا صوتك. هي دارت المكانة ديالها في وسط من هاد المطربين الكبار زي نعيمة سميح، عبد العزيز بالخياط، عبد الله التكالي. ملي كتغنيها نادية أيوب كتولي عندها قيمة مضافة. يعني كتعطي واحد القيمه مضافه للعمل. نادية ايوب، جمهورك مازال محتاج. والقلب لاشكى، والقلب لاشكى، اللي غير عليه ما يستاهل بكى، وما يستاهل بكى. لا اسمح لي واش انا ليك وباقا كنبغيك، واش انا ليك وباقا كنبغيك. لا تسالني ولا لا تسالني، واش انا ليك وباقا كنبغيك، واش انا ليك.